السلام والاحترام أصدقائي الكرام، ومرحبا بكم في مقطع جديد وفي ثغرة جديدة، ثغرة الحصول على أقوى لاعبي باكج، يعني نجوم أسبوع الجديد إن شاء الله سوف نحصل على كيليان مبابي أو أقوى لاعبي هذا باكج، منهم رافائيل لياو، روميرو، فيران توريس، برونو فرنانديز، وارد بروز، زينشينكو، سيرجيو كاناليس، وكذلك كاسيميرو، سون هيونغ مي، وفودين، يعني أقوى اللاعبين سوف تحصلون عليهم من هذه الثغرة. أما باقي اللاعبين فلا أضمن لكم سوف تحصلون عليهم إذا قمتم بتطبيق هذه الخطوات إن شاء الله. أول خطوة سوف نقوم بها دخول عند رافائيل لياو مرتين دون الاطلاع على احصائيته، نفس عند سون هيونغ مي كما ترون، كذلك سوف نقوم به عند كاسيميرو، بعدها سوف ننتقل عند وارد بروز مره واحده والاطلاع على احصائيته. هذه النسخه لوارد بروز اسطوري اخواني الكرام، ثم نفس الشيء سوف نقوم به عند فودين، ثم الخطوه التاليه مره واحده عند روميرو دون الاطلاع على احصائيته، نفس عند فيران توريس. اما بالنسبه للخطوه الاخيره الدخول 4 مرات دون الاطلاع على احصائيات كما ترون كيليان امبابي. اما بالنسبه بعد تطبيقكم لكل هذه الخطوات ما عليكم سوى الخروج واللف باللفه المجانيه او بميات كوينز. كما ترون تجهيزوا 5 نجوم مضمونة، وبهذا حصل سوف نحصل على فودين، يعني ثاني أقوى لاعبي هذا الباكج كما ترون.